صيام بدون صلاة أجمع أهل العلم والإفتاء العلماء على أن الذي يصوم ولا يصلي فصيامه مقبول، صيامه يعني مقبول، لكن الصلاة هي عماد الدين. لماذا قال العلماء صيامه مقبول؟ لأن هذا الصيام قال الله في الحديث القدسي كل أعمال بني آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فجميع العلماء قال لك الدين لا يمكن نقول بأن يعني صيامه غير صحيح، لأن ليس هناك نص كيصرح بأن الصيام دياله هو غير مقبول. هذا العمل هذا ما دام هو يوحد الله ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهو ليس بكافر وهو مع المسلمين، فهنا يعني صيامه مقبول وأمره إلى الله.